السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازاي ارفع فيديو على موقع يوتيوب؟ طبعا موقع يوتيوب اشهر مواقع نشر الفيديوهات في العالم او مشاركة الفيديوهات، تمام؟ عايزين نرفع بقى فيديو عليه. طيب اول حاجة عشان ارفع على موقع يوتيوب لازم أن يكون عندي اكونت على اليوتيوب. اكونت اليوتيوب ده اللي هو ممكن يكون نفس اكونت الايميل بتاعي على موقع جيميل، تمام، او على موقع جوجل بلس، تمام. الشركة دلوقتي لما بتعمل اكونت جديد بتخيرك بين انك تكون الاكونت ده ايميل بس او يكون ايميل وينفع لليوتيوب وينفع لجوجل بلس، تمام. لو انت ما عندكش اكونت على اليوتيوب، عندك لو دخلت على اليوتيوب نفسه وكتبت شرح طريقة عمل ايميل على الجيميل هتلاقي حلقات بتشرح عمل الاكونت على الجيميل او عمل ايميل على الجيميل، ومن ضمنها الحلقه بتاعتي اللي هي شرح طريقه عمل ايميل على جيميل ويوتيوب 2014 في اقل من 7 دقائق، تمام. ممكن تتفرج على الحلقه ديت وعن طريقها تعرف ازاي تعمل اكونت على الجيميل. يبقى كده عملت انت اول خطوه وهي ان بقى عندك اكونت اصلا. لو انت عندك اكونت تخش على الخطوه اللي بعدها اللي هي ترفع الفيديو فعلا. هتلاقي جنب الخانه بتاعت السيرش كلمه تحميل، هتضغط عليها. طبعا هيقول لك دخل لي الايميل والباسورد بتاعك. هو بما انه عارفني فكتب الايميل بتاعي، عارفني من دخولي على الجهاز بتاعي يعني. لو مش موجود عندك الايميل كده زي ما موجود عندي هتلاقي خانة تانية فوق تحط فيها الايميل زي ما انا كاتبه كده، وتحت تحط فيها كلمة المرور اللي هي الباسورد. اكتب كلمة السر ونضغط انتر. هيدخلنا على الصفحة اللي عن طريقها نقدر نرفع الفيديو. أول حاجة هنلاحظها في الصفحة هي السهم الأحمر ده. السهم الأحمر ده اللي هو اتجاهه لفوق، دايما أي سهم اتجاهه لفوق يعني رفع، أي سهم اتجاهه لتحت يعني تحميل اللي هو داونلود يعني، تمام. في طريقتين لرفع الفيديو دلوقتي. أول حاجة إن أنا أضغط على السهم الأحمر ده وأختار الفيديو من مكانه عندي على الجهاز، وليكن ده الفيديو اللي أنا هرفعه، أضغط عليه كده وبعدين أضغط أوبن هيبتدي الرفع. الحاجه الثانيه ان انا استخدم طريقه دراج اند دروب اللي هي بيسموها السحب والافلات بالعربي. هنصغر الشاشه دي شويه وبعدين نروح على المكان اللي فيه الفيديو، وليكن عندي هنا ديسكتوب، واقوم ماسك الفيديو بالماوس ضغط كليك شمال وساحب الفيديو وحطه في العلامه ديت، هيبتدي يرفع معايا الفيديو. يبقى احنا كده عملنا اول خطوه وهي ان احنا ابتدينا رفع الفيديو. بعد كده الخطوه اللي بعديها ان احنا نبتدي نملا البيانات بتاعت الفيديو. البيانات اول حاجه العنوان. هنا الخانه دي بيبقى مكتوب فيها عنوان. لو عنوان الفيديو مش عاجبك او عايز تعدل فيه ممكن تعدل فيه هنا عادي جدا، تحذف وتضيف منه الحاجه اللي انت عايزها، وليكن هنزود عليه كلمه عشان حضرتك عمل ايميل جيميل ويوتيوب، غير اللغه ويو. الوصف، الوصف دي الخانه اللي بيظهر فيها انك بتعمل ديسكريبشن للفيديو، وصف ليه وايه محتوياته. لو الفيديو بيتكلم في اكتر من موضوع تقول المواضيع ديت يعني. كل اللي ما بتقدرش تشرحه في العنوان بتشرحه في الوصف باستفاضه. وكمان لو انت عندك موقع او اكونت على الفيسبوك او على تويتر او اي حاجه وعايز تضيفه هنا عشان الناس تتواصل معاك مفيش مشكله، تمام. لو مش عايز تكتب حاجه في الوصف خالص خد العنوان كوبي واعمله في الوصف تاني بيست، تمام. بعد كده العلامات. العلامات ديت اللي هي التاجز. التاجز بالانجليزي طبعا هي العلامات اللي بتميز الفيديو، يعني الكلمات اللي بتخلي الفيديو ده توصل له عن طريق السيرش، تمام، وبتصنف الفيديو. بمعنى ان الفيديو ده ايه موضوعه، بيتصنف تحت ايه، بنود ايه، هل بيتصنف تحت بند الهندسه ولا العلوم ولا الفنون ولا ايه. بيتصنف تحت بند مثلا الكمبيوتر، فانا ممكن اكتب كلمه كمبيوتر وبعد ما اكتب الكلمه اضغط شيفت واو، يقوم معتبرها لي تاج كده، يبقى هي اتفعلت كتاج واتحطت في مربع. ممكن اضغط على علامه غلط ديت لو انا عايز احذفها. طيب ممكن اكتب كمان انترنت، ممكن اكتب سنه اولى كمبيوتر اللي هي اسم السلسله اللي احنا بنشرح فيها الموضوع. طبعا كلمة كمبيوتر مكتوبة قبل كده مش لازم اكتبها تاني. كلمات هنا مش لازم تبقى مرتبة، ممكن تكتب باللغتين العربي والانجليزي.
بس الفرق انك بعد ما بتكتب الكلمة انجليزي بتضغط بدل شيفت واو ديت بتضغط واو بس، يعملها لك كده تاج. يبقى دي الكلمات اللي بتميز الفيديو علشان يتعرف كويس في السيرش بتاع اليوتيوب وفي السيرش بتاع جوجل وفي كل انواع السيرش. تمام تمام في حتة نسيت اقولها واحنا بنرفع الفيديو، لو رحنا لفيديو تاني هنا قبل ما ترفع الفيديو عندك اربع اختيارات. الاختيار الاولاني انك تخلي الفيديو عام، هنا من الخصوصية بتضغط على كلمة عام. الاختيار الاولاني انك تخلي الفيديو عام، يعني تخلي الفيديو اول ما ترفع يتنشر على النت اي حد يقدر يشوفه، اي حد يعمل عليه سيرش يوصله باي شكل من الاشكال يقدر يشوفه على موقع يوتيوب. تاني حاجة الفيديو غير مدرك. يعني ايه غير مدرك؟ يعني غير مدرك بالنسبة لجوجل وبالنسبة ليوتيوب، يعني اللي معاه اللينك بتاع الفيديو ده يقدر يشوفه. لو انت اديت لواحد صاحبك اللينك وقلت له اتفرج على الفيديو ده يقدر يشوفه، تمام؟ انما اللي ما معهوش اللينك ما يقدرش يشوفه. يعني لو حد بيعمل سيرش على الفيديو بتاعك ده وانت عامله غير مدرج ما يقدرش يشوفه، يبقى بالسيرش ما يقدرش يشوفه، انما يقدر يشوفه ايه؟ لو انت اديت له الرابط على طول. تالت حاجه بقى اللي هي اتقل من ده وده او خصوصيه اكتر، يعني خاص، ان الفيديو ده اللي هيشوفوه اشخاص انت هتحددهم، يعني انت واشخاص اخرين انت هتحددهم ليهم اكونت على اليوتيوب، وانت هتحدد مين اللي يشوف مين دول ومين اللي ما يشوفش. تمام يبقى دول يعني التلات مستويات من الخصوصيه، ان الفيديو اي حد يشوفه، ان اللي معاه اللينك يشوف الفيديو حتى لو ما كانش من اصحابك، الخاص بقى ان اصحابك اللي انت هتقول على اساميهم هم اللي يشوفوا الفيديو ده لانه فيديو شخصي وخاص بالنسبه. رابع ميزة واللي لسه متضافة قريب في اليوتيوب وميزة مهمة جدا، مجدول، ان الفيديو ده هيفضل اليوتيوب عينه عنده معتبره حاجة خاصة انت بس اللي تقدر تشوفه، تمام، لحد ميعاد معين تاريخ معين انت هتظبط فيه الفيديو ده ان هو ينشر، يعني تقول له يوم كذا الساعة كذا. تمام نضرب مثال على نفس الفيديو اللي احنا بنرفعه، هاجي على الفيديو واقوم عامله كده ونشر. انا كده برفع نفس الفيديو مرتين، طبعا لو عملت الموضوع ده ورفعت الفيديو مرتين اليوتيوب هيقول ان الفيديو مكرر. تمام انا بس عشان اوريك موضوع مجدول ده، موضوع مجدول اهي في اعداد الخصوصيه، الفيديو مجدول بتختار من هنا التاريخ اللي هتنشر فيه الفيديو ده تاريخ نشره، تمام، وبتختار من هنا كمان الساعه، الساعات مترتبه من 0 ل 24. تمام تبقى انت كده تقدر تنشر الفيديو في الميعاد اللي انت عايزه، يعني الفيديو من غير ما تكون قاعد على النت يوم 27/1/2014 تلاقي الفيديو اتنشر لوحده. تمام ده بيفيد في انك انت مثلا ممكن يبقى عندك قائمه فيديوهات 10 فيديوهات وعايز تنزل فيديو كل يوم وانت ما بتقعدش على النت كل يوم، يبقى هتيجي في اول يوم تقوم رافع الفيديوهات كلها ومختار التواريخ اللي هتنشر فيها الفيديوهات والساعه اللي هتنشر فيها الفيديوهات وتلاقي الفيديو بيتنشر لوحده. تمام كده عرفنا موضوع المجدول. لو بصينا هنا على طبعا هنقفل دي ونقول مغطى هذه الصفحه، لو بصينا هنا على اعدادات الخصوصيه هنلاقي نفس الكلام اللي احنا عملناه بس خانه مجدول اتشالت. ليه؟ مجدول دي لازم أن تختارها قبل ما ترفع الفيديو، يعني زي ما احنا عملنا تختارها من هنا، يعني قبل ما ترفع الفيديو نفسه من الصفحه ديت تختار مجدول، لانك انت لو ابتديت رفع الفيديو مش هينفع يعمل لك مجدول زي ما حصل هنا. انا ابتديت رفع الفيديو فمش هينفع ايه؟ مش هينفع اغيره مجدول، المجدول لازم تختاره من الاول. تمام بعد كده النشر للمشتركين والمشاركه على كذا وكذا. وانت بتنشر الفيديو للمشتركين عندك ممكن تكتب لهم ايه؟ كومنت او كلمه او رساله بسيطه اللي هم الناس اللي متابعينك على اليوتيوب. تاني حاجه ممكن تعلم على صح، لو انت عايز تنشر الفيديو ده على جوجل بلس اللي هو شبكه التواصل الاجتماعي بتاعت جوجل او فيسبوك او تويتر، اي حاجه من شبكات التواصل الاجتماعي ديت بتعلم عليها صح، بس يشترط انك تكون رابط الحساب بتاعك ده بالحساب بتاعك على جوجل بلس او فيسبوك او تويتر، يبقى الفيديو بيتنشر اوتوماتيك في الميعاد اللي انت حددته وينشر اوتوماتيك. دي بيستخدموها بتوع التسويق بتوع الدعايه والاعلان بتوع الشركات اللي هو بيعمل شبكه تواصل اجتماعي مثلا لشركه مشهوره فبيعايز ينزل فيديو كل اسبوع، فبيجي مثلا ممكن يعمل فيديوهات بتاعت 6 شهور قدام يخلصهم ويعمل بقى في الميعاد الفلاني مثلا اول كل اسبوع يوم السبت ينزل فيديو جديد، والفيديو ده لوحده يتنشر على جوجل بلس وعلى الفيسبوك وعلى تويتر. بعد كده الفئه والكاتيجوري اللي انت هتصنف على اساسه الفيديو، عامل لك فئات كتير بقى، رسوم متحركه وسياسه وارشادات واساليب واشخاص ومدونات وغيره وغيره، موسيقى وكلام من ده.
تمام. طبعا بتستنى لما الفيديو بيترفع، طبعا دي نسبة تحميل هي 69%، وده بيقول لك متبقي 4 دقايق. لو عايز ارفع فيديوهات زيادة بعد ما رفعت الفيديو ده، وانا برفعه كده عايز ارفع فيديوهات زيادة، ممكن اضغط على ايه، اضافة المزيد من الفيديوهات هنا، وهي ايه هيديني ايه، يفتح لي خانة اقدر ارفع بيها الفيديوهات. لو عندي مجموعة كبيرة من الفيديوهات مثلا 10 20 فيديو، وليكن مثلا نفترض ان الحاجات دي كلها فيديوهات، هعلم عليهم كلهم واقوم رايح هنا على التحميل وساحبهم كلهم مرة واحدة، اجي كده اقوم ساحبهم وحاططهم هنا، الحاجات دي كلها هتترفع كده مرة واحدة مع بعض. يبقى دي الفكرة في ان انا ايه، في ان انا يكون عندي موضوع السحب والافلات ده، بيخليني ارفع فيديوهات كتير مرة واحدة، بدل ما ارفع فيديو وكل شوية اقول له اضافة فيديو جديد اضافة فيديو جديد، تمام. يبقى انا ممكن ارفع 100 فيديو مع بعض في نفس الوقت، واسيب الجهاز واقوم لحد ما الفيديوهات ديت يخلص تحميلها، تمام. الاعدادات بقى بتاعت الفيديو بعد كده، اعدادات مش مهمة قوي، غير بالناس اللي بيهمها انها تحقق ربح من اليوتيوب، ده اعدادات تحقيق الدخل، ان انت بتبقى رابط الاكونت بتاعك على اليوتيوب بحاجه اسمها جوجل ادسنس، وبتعمل استثمار للفيديو، بس ده بيشترط ان الفيديو ده يكون فيديو خاص بيك او فيديو انت بتملكه، تمام. وبتختار انك تعمل استثمار الفيديو، وبتركب عليه الاعلانات ديت، وبتختار النظام اللي هتنشر بيه الاعلانات على الفيديو بتاعك. بعد كده الاعدادات المتقدمه، تختار بقى التعليقات بتاعت الفيديو، يتنشر اي تعليقات ولا التعليقات اللي انت موافق عليها بس، يعني كل دي اي تعليق هيتنشر الموافق عليه هيرجعوا لك في اليوتيوب يقول لك انت عايز التعليق فلان يتنشر ولا لا، عشان لو حد نشر شتيمه او كتب كلمه مش كويسه انت ممكن ايه ترفض ان هي تنشر على الاكونت بتاعك، تمام. ده بالنسبه لتقييمات الفيديو هنا، لو الفيديو بيتقيم اللي هو بيتعمله لايكات وكده، ممكن تضغط ان هو الفيديو ده يبقى متاح التقييمات بالنسبه للناس تتفرج او لا. بالنسبه للملكيه الفكريه بتاعت الفيديو، انت بتقول بقى الفيديو ده رخصته ايه، رخصه قياسيه او في رخصه تانية اللي هي رخصه الابداع، تمام. يعني من ناحيه الفيديو ده انت بتملكه باي شكل من الاشكال. طبعا عشان تكسب من فيديو على اليوتيوب لازم ان تكون لك حقوق الملكيه الفكريه بتاعته، ولازم ان تكون بتملك كل اللي موجود جوه الفيديو من صور وفيديوهات واغاني وموسيقى وكل حاجه، تمام. طبعا انا مختار قبل كده المشاركه ان الفيديو هينشر في كل مكان، ده في الخانه بتاعت اي الدخل موجوده كل مكان، تمام. بالنسبه بقى للتسميات التوضيحيه، دي حاجه متعلقه بامريكا اكتر من اي حد، يعني انه في القانون الامريكي جايب لك 6 مستويات للتسميات التوضيحيه والحاجات ديت، الفيديو ايه اللي موجود فيه وكده. طبعا احنا ما نحددش منها حاجه بالنسبه لنا، عشان يعني قصة بره القصة بتاعتنا، يعني احنا بنتكلم على نشر فيديو عادي، ما بنتكلمش على نشر فيديو بتاع منظمة او بتاع هيئة او بتاع قناة فضائية كده. خيارات التوزيع، انك تسمع الفيديو بانه يكون متضمن جوه اي حاجة، يعني واحد ياخد اللينك بتاع الفيديو ويحطه جوه الموقع بتاعه ويحطه جوه الاكونت بتاعه وهكذا. في بعد كده اعلام المشتركين، الناس اللي عاملين سبسكرايب للاكونت بتاعك لما بتضغط هنا صح بتبلغهم ان الفيديو ده اتنشر، تمام. احيانا بيبقى في فيديوهات فيها مقاطع يعني ما ينفعش صغار السن يشوفوها او كده، فانت بتعمل بقى تمكين التقييد بحسب العمر اللي هو ايه، يشرط سن معين على الفيديو ده، يعني العمر القانوني لمشاهدة الفيديو، تمام. يعني لو واحد مثلا سنه 14 سنة دخل يشوف فيديو هيقوله لا مثلا لما تكمل 18 او لما تكمل 21 فيديو، لو تكمل 21 سنة تقدر تشوف الفيديو. ولو مش داخل باكونت، طبعا هو بيعرف سنه من الاكونت بتاعه، لو مش داخل باكونت وتتفرج على اليوتيوب عادي مش هيرضى يعيد الفيديو، تمام. دي بقى بيانات زياده عن الفيديو، ان الفيديو ده انت سجلته فين بتختار المكان، الفيديو ده انت سجلته امتى بتختار التاريخ، تمام. لو الفيديو ده ثلاثي الابعاد بتختار طريقه عرضه، اذا كان هو ثلاثي الابعاد هتعطل ميزه ثلاثي الابعاد، ولا لو الفيديو مش ثلاثي الابعاد اصلا هتخليه ثلاثي الابعاد، ولا هو فعلا ثلاثي الابعاد، دول المستويات بتاعت الفيديو، ماشي. لو انت عايز احصائيات الفيديو تبان للناس، اللي هي مين اللي شاف الفيديو من بلاد ايه وعددهم كام وكم في المية رجالة وكم في المية بنات، كل الحاجات دي لو انت عايز تظهرها بتضغط على اظهار احصائيات الفيديو عشان الناس تتابع معاك احصائيات الفيديو ده وتعرف ايه بيانات اكتر عنه. كده احنا عرفنا الاعدادات الاساسية بتاعت الفيديو،
اللي هما قلنا الحاجات ديت في الاساس، وقلنا الخانتين الاخرى دول ايه مش اساسيين قوي بس قلناهم زيادة في المعرفة. تمام. بعد كده في فاضل في حاجة اخيرة، لو انا الفيديو بالنسبة لي عاوز ارفع له صورة مميزة تميز الفيديو بحيث لما يعني اشوفه على في السيرش اعرفه، او لو حد يشوفه يعرفه. يعني دلوقتي في عندك حلين. الحل الاولاني انك تختار صورة من الثلاث صور دول تكون هي الصورة المميزة للفيديو، يعني لما تعمل سيرش تلاقي دي صورة الفيديو الفعلية، او تختار صورة تانية هي صورة مخصصة. دي من هنا ممكن تختار مثلا جيميل وتضغط اوبن، هتبقى الصورة ديت اللي احنا رفعناها ديت هي صورة الفيديو. يعني لو انا عملت سيرش حان على الفيديو هلاقي الصورة بتاعت الجيميل اللي انا برفعها دلوقتي هي دلوقتي هي بقت صورة الفيديو، ولو انا ضغطت هنا هتبقى ديت الصورة بتاعت الفيديو اللي هتظهر للناس لما يتفرجوا عليه. وبكده نكون عرفنا ازاي نرفع اهي دي صورة جيميل بعد ما اخلص كل خطوة بعمل حفظ التغييرات. دي كده لو حد عمل سيرش هيلاقي الصورة بتاعت الفيديو هي الصورة ديت زي ما كان موجود عندنا لما شفنا في اول حلقة. كده نكون عرفنا ازاي نرفع فيديو على اليوتيوب، وعرفنا الاعدادات الاساسية لرفع الفيديو. بكده نكون انتهينا من الموضوع ده. شكرا جزيلا على حسن الاستماع والمتابعة. تابعونا على صفحة الفيسبوك بتاعتنا facebook.com/firstyearcomputer، ورقم الموبايل 0127 52 27 96. شكرا جزيلا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.